بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، من جديد نلتقي معكم عبر بوابة التعليم الإلكتروني، وذلك في مساق دراسات فلسطينية المحاضرة السابعة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2020. عنوان المحاضرة: مقاومة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني حتى عام 1948 ميلادية. أهداف المحاضرة: أولاً، التعرف على أهم فعاليات المقاومة الفلسطينية ضد المشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني حتى قيام الدولة العبرية. ثانياً، استخلاص أهم ملامح ثورة الشيخ عز الدين القسام في إطار تميزها عن الحركة الوطنية التقليدية. ثالثاً، استجلاء مقدمات وعوامل الثورة الفلسطينية الكبرى وأهم مراحلها ونتائجها. رابعاً، الاطلاع على أسباب فشل الحركة الوطنية الفلسطينية والجامعة العربية في التصدي للمشروع الصهيوني. كمدخل لهذا الفصل السابع، نتحدث يسيرا عن مقدمة حول شرعية المقاومة. المقاومة الفلسطينية تكتسب شرعيتها من وجود الاحتلال الأجنبي على الأرض الفلسطينية، فمقاومة الاحتلال حق إنساني وديني ووطني، وهو أمر بطبيعة الحال يستند إلى حقين طبيعيين للشعوب، وهما حق الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير. لذا فإن كل المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي قد أيدت الفعل المقاومة للاحتلال، وقد تجلى ذلك في اتفاقية لاهاي الموقع عام 1907 ميلادي، واتفاقية جنيف 1949 ميلادي، ومبادئ محكمة نورنبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نص الكثير من قراراتها على حق الشعوب في الحرية والدفاع عن النفس وتقرير المصير، وحقها في التحرر من الاستعمار ومقاومة الاحتلال. أولاً، المقاومة الفلسطينية حتى ثورة عز الدين القسام، المقاومة السلمية الفلسطينية. من المعلوم بالبداهة أن المقاومة الفلسطينية بدأت للاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين، وذلك منذ اللحظة التي دخل فيها الجنرال الليمبي القدس بتاريخ 9/12/1917، ولكن هذه المقاومة اتخذت طابعا سلميا في بدايته، حيث انحصرت في الصحافة والعرائض وبرقيات الاحتجاج وإرسال الوفود السياسية لأوروبا والمظاهرات الشعبية والاضطرابات العامة وإغلاق المتاجر ومقاطعة حكومة الاحتلال وعقد المؤتمرات والمهرجانات الوطنية وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات الإسلامية والمسيحية. فيما يتعلق بعقد المؤتمر الفلسطيني، عقد سبعة مؤتمرات فلسطينية مفصل عن نحو التالي: المؤتمر الفلسطيني الأول عقد في القدس عام 1919 برئاسة عارف الدجاني، وذلك كأول إطار وطني فلسطيني نادى برفض كل من وعد بلفور والهجرة اليهودية، كما نادى بوحدة فلسطين مع سوريا، علما بأن انعقاد المؤتمر قد استمر في السنوات التالية كإطار وطني فلسطيني يمثل الشعب الفلسطيني. اثنين، المؤتمر الفلسطيني الثاني عقد في دمشق عام 1920 ميلادي، وذلك بسبب منع الاحتلال عقده في نابلس، ومن أهم قراراته اعتبار فلسطين جزءا من سوريا ورفض هجرة اليهود إلى فلسطين. ثالثا، المؤتمر الفلسطيني الثالث عقد في حيفا عام 1920 ميلادي، وفيه انتخب موسى كاظم الحسيني
رئيسا للمؤتمر وللحركة الوطنية الفلسطينية. رابعا، المؤتمر الفلسطيني الرابع عقد في القدس عام 1921، وفيه تم تشكيل وفد فلسطيني برئاسة موسى كاظم الحسيني للاتصال بالبريطانيين. خامسا، المؤتمر الفلسطيني الخامس عقد في نابلس عام 1922 ميلادي، حيث قام هذا المؤتمر بصياغة ميثاق وطني يتضمن تحقيق الاستقلال والوحدة العربية ورفض الوطن اليهودي. سادسا، المؤتمر الفلسطيني السادس عقد في يافا عام 1923 ميلادي، حيث أكد هذا المؤتمر على نفس المطالب الوطنية سابقة الذكر. سابعا وأخيرا، المؤتمر الفلسطيني السابع عقد في القدس عام 1928، وهو المؤتمر الأخير، وفيه تبنى الفلسطينيون خمسة مطالب وطنية وهي كالتالي: إقامة حكومة وطنية، الاحتجاج على كثرة الموظفين الإنجليز ومنح امتياز البحر الميت لشركة أجنبية، تفضيل العمال اليهود على العرب، رابعا المطالبة بوقف سن القوانين حتى تشكيل الحكومة الوطنية، وأخيرا تجديد رئاسة موسى الحسيني للمؤتمر. نعرج الآن على أشكال المقاومة السلمية للمشروع الصهيوني. أولا، القيام بحملات إعلامية في الصحف الفلسطينية، تمثل ذلك عبر نشر المقالات التثقيفية والحماسية ونشر الوعي الوطني بمخاطر المشروع الصهيوني والهجرة اليهودية والتصريحات السياسية، إرسال برقيات الاحتجاج لبريطانيا ودول أوروبا، إرسال الوفود السياسية إلى لندن وباريس وجنيف، القيام بالمظاهرات الشعبية للاحتجاج على إجراءات إدارة الانتداب البريطاني ضد الشعب الفلسطيني، الدعوة إلى الإضرابات العامة وأغلاق المتاجر، مقاطعة الحكومة التي تعينها إدارة الاحتلال، عقد المؤتمرات والمهرجانات الوطنية، تفعيل دور المساجد ودور العبادة عموما، تفعيل دور الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية التي شاركت فيها المرأة بشكل فعال. 2. الانتفاضات الشعبية الفلسطينية. لم يكتفي الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني بالطرق السلمية، بل تعداه إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث الثورة الشعبية التي اتخذت أشكالاً متباينة في المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة. ولقد أثبت الشعب العربي الفلسطيني استعداده للتضحية وعدم توانيه عن تقديم الأرواح والدماء فداءً لفلسطين. ومن أبرز المحطات التاريخية التي تشير إلى ذلك، أولا انتفاضة موسم النبي موسى عام 1920 ميلادي، وهي أولى الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني، وقد حدثت أثناء الاحتفال بموسم النبي موسى في القدس، وذلك حينما أهان أحد اليهود العلم الإسلامي، وأدت هذه الانتفاضة إلى مقتل خمسة من اليهود وإصابة أكثر من 200، كما أدت إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح آخرين. ثانياً، انتفاضة يافا سنة 1921 ميلادي، اندلعت هذه الانتفاضة بسبب اعتداء مجموعة من اليهود على العرب في حي المنشية بيافا، حيث امتدت المواجهات إلى مناطق أخرى، وشاركت الكتيبة اليهودية في الجيش البريطاني لليهود في مهاجمة العرب، وقد أسفرت الانتفاضة عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وما يقرب من 50 قتيلاً يهودياً وعشرات الجرحى. ثالثاً، ثورة البراق عام 1929 ميلادي، قام اليهود بتنظيم مظاهرات استفزازية اتجهت نحو حائط البراق، وفي مقابل ذلك نظم العرب والفلسطينيون مظاهرات مضادة، ما أدى إلى حدوث شجار بين الطرفين. تطور هذا الصدام إلى ثورة عمت القدس ومختلف أنحاء فلسطين، ما أفضى إلى مقتل 133 يهودياً واستشهاد 116 عربيا وجرح المئات من الطرفين، كما ألقت السلطات البريطانية القبض على مئات المعتقلين وحاكمت 1000 من المحتجين، من بينهم أكثر من 900 عربي والباقي من اليهود، كما أعدمت السلطات البريطانية 3 مناضلين فلسطينيين هم عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي. رابعا، ثورة الكف الأخضر
عام 1929 إلى 1930 ميلادي. تنبع أهمية هذه الثورة من كونها أول تنظيم مسلح للمقاومة الفلسطينية يتشكل بعد ثورة البراق 1929 ميلادي، ويضم هذا التنظيم في حينه على عشرات من الثوار، وكان أحمد طافش على رأس هذا التنظيم الذي تركز نشاطه في شمال فلسطين، حيث نفذت المجموعات التابعة له عدة هجمات ضد المستوطنين اليهود فضلا عن شرطة الاحتلال البريطاني. لكن نشاط هذا التنظيم كان قد توقف بعد اعتقال زعيمه، سيما بعد توجيه ضربات أمنية له من قبل سلطات الاحتلال البريطاني. خامسا، انتفاضة أكتوبر 1933 ميلادي. أدى تزايد الهجرة اليهودية المدعومة من بريطانيا إلى زيادة الوعي الشعبي حيال المخططات التي تحيكها بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني، حيث اعتبر العرب أن بريطانيا هي أصل الداء وسبب البلاء، كما اعتبروا أن المشكلة الرئيسة تكمن أساساً مع بريطانيا، وعليه فقد دعت اللجنة التنفيذية العربية إلى الإعلان عن الإضرابات والمظاهرات في كافة أنحاء فلسطين. وكان الإضراب العام في فلسطين بتاريخ 13 أكتوبر 1933 وإقامة مظاهرة كبرى في القدس ثم يافا، لكن البريطانيين تصدوا للمظاهرات بعنف ما أدى إلى سقوط 35 شهيداً وعشرات الجرحى. بهذا الطلبة الأعزاء ينتهي المحور الأول من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.